جدد الاتحاد العام لنقابات العمال في لبنان دعوته إلى ترحيل اللاجئين السوريين مطلقاً ما أسماها الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري الذي تسبب حسب مطلقي الحملة في تدمير اقتصاد لبنان وبنيته التحتية. وفي إطار هذه الحملة طلب الاتحاد باتخاذ عدد من الإجراءات من بينها برمجة عودة مليون لاجئ سوري فوراً إلى بلادهم ومطالبة الاتحاد الأوروبي بتسهيل العودة الإلزامية للسوريين وتعويض لبنان ومنع دخول المزيد من السوريين إليه ودعوة وزارة العمل إلى تنظيم العمالة السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع يدها على ملف النازحين. وترافق الإعلان عن هذه الحملة مع إصدار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مذكرة لإنذار أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمصالح والخدمات بالاستغناء عن العمال السوريين ممن لا يملكون تراخيص عمل. اليوم أنا كمحافظ وظيفتي هي أعلى وظيفة إدارية بالدولة اللبنانية. هذه الوظيفة اليوم أنا معاشي أقل من يلي عم يحصل عليه النازح السوري بلبنان. هلا بعتذر، لا نحن سوريين ولا نحن نظلم حد. ولطالما اتخذت بلديات في مختلف المناطق اللبنانية إجراءات بحق العمال السوريين بذريعة حماية العامل اللبناني وسط اتهامات لهم بالتسبب في زيادة نسب البطالة وتحميلهم جزءا من المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان.